السلام عليكم. اليوم لنا عودة إلى ملعب براقي، حيث أنه لأول مرة تم استعمال تقنية معالجة العشب الطبيعي بالضوء، وهذا في الليل. وهنا على حسب ما نشوف الصور اللي راهي يعني دارت البارح في الليل، هي الآن المشكلة المعالجة بهذا المادة، بهذا يعني الوسائل اللي تتطلب جهد كبير وتتطلب تقنية وتتطلب تقنيين باش تكون العملية تتم بأحسن وجه وتمد النتائج المرجوة منها. وكما نعلم التقنية هذه، أعيد المبدأ يعني لو برانسيب دو فونكسيونمون نتاع التقنية هذه، هي تستعمل الضوء يعني البرانسيب دو لا فوتو سانتاز، تستعمل يعني تعاون الغازون باش ينمو باستعمال الضوء، لأن الاخضرار النباتي دائما في كل أنواع النباتات دائما يستعمل الضوء لينمو بطريقة طبيعية ويمد اللون الأخضر هذايا. إذن الضوء إذا كان ناقص أو غير كافي نعاونوه بالضوء لوميير ارتيفيسيال باستعمال هذا السيستم هذا اللي راه على كل مساحة تاع الملعب. إن شاء الله التقنية هذه تنجح. والسلام عليكم.